بسم الله. اثناء ما الواحد شغال في اي مكتب استشاري او مولات بتجيله لوح مسافة على اصدار اعلى منه، يعني كنت شغال 2006 جيلك حاجة 2008 2010، شغال 2002 جالك حاجة 2004 2006، فبشرط تفتح، فمضطر ان انت تسطب اصدار اعلى عشان تقدر تتعامل مع ناس وتقدر تواكب الاصدارات الحديثة. في برنامج اسمه dwggate بيحل المشكلة ديت. ده بيقوم بعمل ايه؟ بيفتح اي اصدار اعلى من الاصدارات اللي انا شغال عليها، تمام؟ فلو في اي لوحة بشرط تفتح معايا هو بيروح فاتحها على طول. يعني نفترض مثلا لوحة هنا، تمام، اللوحة دي بشرط تفتح معايا في 2008، انا مسافر في 2010، مجرد ان اقول له اوبن بيروح فاتح اللوحة. وممكن اسيف اللوحة دي برضو اصدار مختلف عن الاصدار اللي شغال عليه، يعني 2008 على حاجة اقدر اسيف، لا ممكن اقول له سيف واسيف اي اصدار تاني انا عايزه. في اصدارات كتيرة موجودة، وانا شغال 2001 2000 اقدر اسيفها 2004 2008 زي ما انا عايز.